شوف ما شاء الله وين ما تصد، هاي عاد الطريق الزراعي الله يسمونه، والمسايد ما شاء الله على مد النظر وين ما تصد، ولانه مسايد اي مكان طالع شرق ولا غرب ولانه مسيد وين ما تشوف. ها شوف جوامع، شو بقول لك، تبارك الرحمن، البلاد خضرة ما شاء الله طول الطريق. هم اشتلينا لين وصلنا الحين، جرب نوصل، ما شيء باجي عن نوصل، طالع عمرك شو طالع يعني، شو طالع منو يعني، صور نفسي صور يعني وايد عيب منك طبعا، شو ملك جمعي تبايع طبعا طبعا، هذه كون عندك كيان طبعا الله العظيم انه مصيبة. ما شيء اظني باجي يمكن 20 دقيقة ولا نص ساعة نوصل. خلينا نشوف هذا طول الطريق من اشتلينا لين وصلنا، من اشتلينا لين احب نوصل ان شاء الله. وهنمون الطريق خضر الا بساتين اللومي، بساتين البرتقال، بساتين العنب، شو بقول لكم اشياء، وبساتين القطن اكثر شيء، وبساتين القمح، شو بقول لكم اشياء ما شاء الله تبارك الرحمن تشرح الخاطر، والحلال يرعى ويرتعي ما شاء الله في كل مكان تبارك الله تبارك الله، اللهم لك الحمد، اللهم ادعنا نحفظها من الزوال، رب العالمين منعم عليهم نعمة، والله هم يستاهلون يستاهلون والله، إلى الله يعطيهم ويعطي كل مسلم يا رب العالمين، شيء يشرح الخاطر والله. طول الطريق ما تحس بالدرب، أو أني برقد في الدرب، وين رمت أرقد، ما برقد أبوي وبودر هالمناطق الجميلة. النوم ده حق المحسن، نعم كل ده نوم، نعم الحمد لله انه ممنوع التدخين في ال في شو اسمه في القطار، ولا كان حشارتنا كم باجي لي؟ كم هذا كم خمس دقائق، خمس دقائق ايوه باجي خمس دقائق عن وصل سيدي جابر، سيدي جابر هي المحطه الرئيسيه اللي هي اللي نحن سارين لها، سيده القطار ما وقف لا يمين ولا يسار، خمس دقائق الحين باجي يلا انا اصور خلاف. وصلنا الله يحفظكم، علي اول ما وصلنا ما يندرى منه هذا رجال وقف وياه، ما يندرى منه، هاي محطه سيدي جابر هذا سيدنا الحين تونا واصلين، كملت الرحله تقريبا ساعتين و45 دقيقه، ساعتين و45 دقيقه اخذنا لين وصلنا، الطريق سمح وسلج والقطار من اروع ما يكون، في كابينه اكل ما في، ما صرت اصور جداها. هو ابو القطار اللي جابنا هذا حرك حينه حمل ابوي العبريه من يد ويدين ويردون ابوي نكس القاهره، وبعد ساعتين ونص وان شاء الله بيوصلون ابوي القاهره. تدرون احنا سالفتنا حينه؟ محسن نشبكات ابوي دهمان ما يندرى وين الله عقه، والحين ياسين دوله نحن في المحطه. يا الله من هلا الدمي راقد وهو ماشي، يرقد وهو يمشي، ما تعرف وين المحطة. يا الله. كان شيء نشبه اسلم محسن هذا مو نشبه. علي محسن فين؟ رجع وين رجع؟ رجع مصر. الله يكرم اجله.
اسمي كنت يا محسن. محسن وايد مشكلة يعني من اولها توهيت. اي والله. تعال وين صرت؟ اي هذا العوق هذا العوق هذا العوق هذا العوق الزقارة. اي لك تدوخ الباروت ليه يا عند محسن؟ خلي ساعتين ندور عليه. دواء على دواء عليك تسدلون كيف محطة سيدي جابر بارك الله فيكم. ألم ما تشوفون محطة طولها طول وعرضها بعرض ما شاء الله زينة وفنانة وفي اسكندرية. ها ألم ما تشوفون دق حساب الرزيف. مشروع الأمن الغذائي مسوت لنا القوات المسلحة يجسمون أبوي اللحوم بأسعار رمزية. جزاهم الله خير بارك الله فيكم. جزاكم الله خير عن كل اللي يقدمون حق الناس. نحن الحين هذا في كليوباترا بورسعيد. شارع بورسعيد. شارع بورسعيد كليوباترا كلها بنايات على ما تشوفون. أشياء من الأشياء القديمة وشيء هذا أبوي الحين. نحن هذا يظهرنا سيد على البحر. معلومة مكان زحمة. ترى مكان شعبي. أماكن شعبية هاي حواري شعبية. ما بشعبية وايد هذا عندهم بعد متطورين. هاي مكان الأشياء المتطورة يعني. ما بالأماكن البلدي لا. هاي الأشياء الشعبي الرائع. بالنسبة لمستوى المكان هذا شيء أخير عن اللي عندنا مليون مرة. بعد عندهم أماكن في مصر وفي اسكندرية أخير وأكثر. تحرى عمرك يارس في جزيرة النخلة أكيد هذه المعلومة. يا غير أنا ما أحب أروح الأماكن المتطورة. أحب أروح الأماكن اللي هنمونة حتى في 6 أكتوبر والتجمع ورحاب ومدينة شيخ زايد عليه الجنة. أشياء تأخذ العقل مواقع. يا غير أنا ما أريد أصور هناك. أنا ما أحب. هذه أبوك بسكندرية جيناها تو حين وصلنا حين وين واصلين محطة الرمل. محطة الرمل هذه هي محطة الرمل اللي تشوفها اللي يطلعها محطة الرمل. محطة الرمل يعني هذا تقريبا عين الماء. هذا فندق سيسل يسمونه. هذا أنا ساكن منه قبل 27 سنة. جايب أم محمد هي وبنته أول ما طاحت من 27 سنة هنا. أظن قعدنا 5 أيام. وأخوها فهد. نعم ثم محمد وخال عيالي فهد وينا جلسنا أظنها كم من يوم والله ما ذكر. توني اتصلت بها أساس تعطيني المعلومة. أكدت لي الموضوع. بغيت أسألها منو كان ويانا من العيال. قالت بس بنت العودة. وحم هذا اللي يميز الفندق هذا أنك في عين الموت كل شيء قربك. كل شيء قربك. الأسواق القهاوي عمره الفندق تقريبا 90 سنة. 90 سنة عمره. وسموه سيسل راعي الياباني الملك هذا اسم بنته سيسل. وسمى الفندق على اسم بنته. هذا سيسل هذا عاد يسمها هذا بنته وهذا اسمها. يلا booking.com مصنف 5 نجوم 5 ستار عاطينا. غير انا اشوفه يعني شوف هو كل عطوه 5 نجوم لجل اسمه القديم. لجل اسمه القديم يعني وطريقه الطراز وموقعه عطوه 5. يعني تحس بشابي من داخل كانوارها يعني يسكنون كل الاجانب يفضلون الاشياء هذه يعني. كان هو شيء زين يعني مش شين. الله يحفظكم. يسمونه شارع النبي دانيال. شارع النبي دانيال. ولفت انتباهي هالبناية. هاي تقريبا آيلة للسقوط. مستحيل تتحرك لين تتهدم روحها. ما بيحرشون فيها ساكن ابدا على ما تشوفون. فلذلك ما بمسكونة ولا بشياته. يا غير مهيورة على ما تشوفون. ما ندري كم عمرها هالبناية. يمكن من عمر النبي دانيال الله أعلم. اللي عاد اسكندرية وما يوصل هالمطعم ترى ما عنده أبوي أي عرف. هذا مطعم أبوي تعنى له كل اللي يجون اسكندرية. مطعم عادي يغير اسمه مطعم محمد أحمد. مطعم محمد أحمد هذا يخصه بس في الأكل المصري. اجبود واوانس وطحنة الزمان وكل شيء يخصه بالاكل المصري الاصلي الاولي. 90% كله ريوب واكلهم هذا اعتقد ينحط في الغداء.
لما تشوفون ها خلق الله ما خلق. وينهم؟ فين الجماعة؟ يا ربي. السلام عليكم. ازيك يا حاج؟ مطعم عنده كم سنة؟ عنده 45 سنة. وانت عندك كم سنة؟ انا عندي 32 سنة. يعني لك فيه كام؟ 10 سنين. اكتر حاجة تطلب فيه ايه في المطعم؟ فول اسكندراني، عجة، فلافل. ده المميز. شوكة. عندنا بقى سلطات مش موجودة عند اي حد. زي؟ عندنا طبق تورتة محترم، عندنا طبق بنجر، عندنا ليمون معصفر، عندنا حمص شامي، عندنا جميع انواع السلطات اللي على الفلة. منو اشهر ناس يومكم؟ اشهر جالنا نجيب محفوظ، جالنا مصطفى حسين، جالنا الملكة صوفيا، جالنا ناس كتير قوي يعني. خالد الخالدي مية؟ ايه؟ خالد الخالدي. ايه؟ هاي ملكة صوفيا. انصحنا نطلب. انصحك تاكل واحد فول في الزيت الحار بالصلصة وعليه طشة ثوم وخل. انزين. فلافل، طبق فلفل مقلي. انزين. طبق جبنة مقلية. ايه. وبيض اومليت للجبنة. تقدر تسوي لنا التشكيلة؟ اشكل لك اللي انت عايزه. يلا. طب اقول لك على حاجة؟ قول. تسيب لي نفسك خالص. بارك الله فيك. يلا بارك. حط لنا حط اربع اشخاص تشكيله. تمام. طبقين فول بس واحد ما هي ما علي. لا اله الا الله. انت شو الدعوه؟ تسمع انت كلامي انا؟ تسمع كلامي؟ لا تسمع كلام هذا. انت ابوي حط تشكيل حق اربع تنفار من كل شيء، كل حاجه، بس مالك دعوه في البادي. انا مش باكل زيت ولا طشه توم. انت عايز فول بس ماشي. اوكي ده حلو. هو مش كبير يعني، يا راجل يا راجل. كل حاجة من احنا، كل حاجة جبتها مرة. ما شاء الله. بارك الله فيك. بارك الله فيك. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على شغل مصر. شو هذا؟ ايوه خلص عادة. ما شاء الله عليك. بارك الله فيك. بارك الله فيك. شكرا جزيلا. هذا شو منها؟ عقه. عقه. قول لي ما شاء الله. عقه عباره عن شو؟ هي عباره عن بيت. يقولون لي وانا كنت متريج متريج عاد متريج قبل ساعتين الحين يعني وصل قدامي هذا كله بودره؟ لا بودره ولا عندي خبر. لازم بدل لي يدي لو اكل قلم من ذل. المهم اني اكل من ابو هالمطعم. يصيحون منه كل هالعرب تصيحه اني يعني من اقدم المطاعم. كنت ماكل فيه وديتين ثلاث انا قبل كم سنه. على كل ما لازم اتريق ودي وديتين اظهر من فندقي وي مخصوص العسبه اكل يضرب بالوصوف بالسمنة وبالسمن البلدي وما ادري. لا 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 وايد اشياء. ولا ايه يا محسن؟ في فرق ترى بين الفلافل اللي هي الطعميه اللي في اسكندريه والطعميه اللي في شلفيه القاهره. اسكندريه يسوونها ابوي من نخي اللي هو الحمص. زين. واللي في القاهره يسوون ابوي من الباجله من اللي هو الفول هذا. يعني نفس الفول هذا طحنونه وسووه شو اسمه فلافل. يا غير اللي في اسكندريه لا يسوون ابوي من نخي. يبارك الله يبارك الله. الله يبارك فيك. في معلومات بلاوي. ها؟ في معلومات بلاوي بس اصبر عليه. هذا يعلم الله يحفظكم صاحب المحل حج محمد احمد. هو هذا اخير مطعم. الله يعطيك طول عمرك يخليك ان شاء الله. مشكور على حسن الاستضافه. وبارك الله فيك. والله يمد بدلك. منطقة مسمينها محطة الرمل عسب المحطة ما ترام مالها. هذا مكان الترام الأصلي. وهذا البحر وين ما تشوفون مرة. والبناية هاي خلفها الفندق اللي أرويتكم إياه. وهناك كل هالقهاوي والأسواق. واللي أهم شيء اللي أسب أرويكم إياه هذا تريانون. تريانون هذا من
أقدم المقاهي والكوفيهات اليونانية في أوروبا، موجود على الله يحفظ أوروبا، موجود من 500 سنة تقريبا، في أوروبا موجود من 500 سنة، وفي مصر موجود من 120 سنة، وهذا مكان وهذا موقعه وما زال متماسك بنيانه. لكن شو الفرق حينه؟ ديكوره وعلمه وخبره الأولي موجود لليوم، تغيروا الناس اللي يونه، يعني الأول يون الكمبنية، كمبنية تم كمبنية البشوات والناس. على ما تشوفون هذا من داخل شيء ياخذ العقل، شيء طبيعي. تحت ما بروم اصور لان شيء عوائل، هذا اصور من هناك بعيد اصورها، شيء ياخذ العقل. ما شوف الاول يعني الله يحفظكم رواد المكان هذا، البهوات والبشوات والافنديه، وحاليا عاده قدم على سربجي درحمك المنقوشي. الاول ما يدخله الا اللي هالنمونه عنده هالامتيازات، حاليا لا، اللي عنده بيزه يا، واللي ما عنده بيزه قالوا له ابوي كانك باشا ولا غيره. تم خاري وين محطه الرمل؟ هناك تم. اللي عنده حباصي على عين وراسي، ما عندك حباصي خوز لا صدع لي راسي. يلا ياركم الله. هذه موجودات يعني حلاوه وشوكليت وطورطات يعني الاشياء هاي اللي تشوفونها. على ما تشوفون يختارون ويروحون يسوون. هذا ترتيبهم للي بيطلب يعني كيك وما كيك. يا غير المنيو عنده شيء اخر، المنيو شيء اخر، تطلب اللي مكتوب في المنيو. يعني هاي العرفه، هذا شيء من قير. شو اقول لكم؟ شيء لا صار ولا استوى. مره على البحر، هذا كل البحر على يسار حين من الدريشه هذه على اليسار، الفندق سيشل، هب سيشل، انسى اسمي اللي توني صار خبرتكم عنه. وعلى اليمين هذه محطه الرمل، هاي شوفوها الله يحفظكم، اربعة انفار. انا قهوتي هذه على ما تحيدونها، وش دبل مانو بن تقيل. زين طلبنا اربع نمونات، الاربع نمونات الله يحفظكم من كل شيء، وسوينا شيرنج عاده، وكل حد ياخذ. يعني الحين هذا ياكل هالكثير، وهذا والريال هذا ياكل هالكثير، والباقي يقولون يا حبيب النبي. ها؟ استغفر الله العظيم، الله اكبر عليك يا الملاق انت، يسد انك في هالمكان، هذا المكان ما بمال الفقراء المساكين. من في بايه؟ إذا لا كنت من طبعي خالد إذا لا ما سي إيه لا باي محمد الشعري من دعس. شو يا ريال يتفطر؟ شوف شي هذا تاكله الحينة زين، وتاكل هالمصر هذا. محمد طالع الشحم في الشعري. شو شحمته؟ طالع طعش حمتة بالله عليك. شوف يا ربي، شوف من شكل اصلا من يلده ينعرف انه سمين. الله يحفظكم، حاليا نحن في منطقة المنشية. المنشية هاي كلها من هالنمونة، هالبنايات هاي اللي تشوفونها، هاي وزارة عمرها 150 سنة، اسمها وزارة التقنية، مثل يعني وزارة الاوقاف الاول اللي موجود عندنا نحن، وزارة الاوقاف ودائرة الاوقاف وزارة العدل وزارة الأوقاف، شنو هالقبيل. فاسمها الأولي وزارة الحقانية، عمرها 150 سنة.
لان اساس حقوق الناس وهذا سماه الحقانيه. قلنا ابوي نحن ويا العصب السكر ها وين ما نصير العشق الازلي العشق الازلي هو هذا قصب السكر وين ما نصير ابوي ما نطلب الا قصب السكر هذا المطلب. هبي اطلب ابوي عاد اذا تبات قلاص بلاستيك اعطوك قلاص بلاستيك بغيت قلاص مالهم المثلوم تاخذ قلاص المثلوم وانت حر عاد بصرف في حال بقيت كاس بلاستيك تدفع الفرق اللي هو جنيه يعني تقريبا اظني انتين مالنا او اقل عن انتين ربع اربع انات تشتري باربع انات كاس من عندهم نايلون بدال اذا ما تبقى من الكاسات المثلمات مالاتهم وتعد على هواك. يلا منطقة المنشية ونحن الحين وين سايرين؟ سايرين مخصوص ابوي حق زنقة الستات زنقة الستات وما ادراك ما زنقة الستات وين كان بيت شو اسمهن؟ ريا وسكينة وين الخنخوش هاي الزنقة روحها وليش تسمت الزنقة شو سبب التسمية؟ من وصل ان شاء الله واثناء التصوير بخبركم ان الله ما للي ما يعرف واللي يعرف ترى يعرف كل هالعرب ما تعرف يا اخي سبحان الله اللي ما يعرف بخبرك المشكله يعني زنقه الستات الله يسلمك الاول اسمها ما بسمها زنقه الستات اسمه سوق الحريم يعني مثل سوق حد يسمي سوق نسوان حد يسمي سوق الحريم فلذلك سموه سوق الحريم لجل ان الحريم الاول الوحده البنيه من تنخطب سامان من سامان الخطوبه لين عرس لين ملكته لين طحنه الزمان كل شيء ابوي تسويه هذا كله تتقضى حوايجها من زنقه الستات. كل شيء تباه تاخذه من هالمكان. كل شيء تباه تاخذه من هالمكان كل كماليات بيت العروس من خطبته لين تملك لين تعرس ويزفونها. كل من زنقة الستات فلذلك اسم الأول سوق الحريم عقب سموه زنقة الستات شو لجل سموه زنقة الستات يقول لك زنقة الستات زنقة الستات هذا أبوية هاي هي زنقة الستات وهذا أبوية طريقها ها. ليه سموه زنقة الستات سموه زنقة الستات لأنه مكان ضيج هباب يخط فيه آدمي واحد فلذلك سموه زنقة الستات الحين ها. ما تروم تمشي من كثر العال المكان ما هو ضيق يعني وحين ما ظني وقت معاريس ابو معاريس لو اظني وقت معاريس ابو معاريس ما حد يعني خف اللي يبني عرسن لو ما خفن بتلقى طبي عباس انا وهي الخير ترى ما ترهن حد شرق وحد غرب ما شاء الله خنا يا اخي شات هذا ابوي هو زنقه الستات ها ما في الحاضر مدح ما يباله كلام على ما تشوفون وصلنا الى مرحله تروم شي تمشي على وجهك ما تروم لازم تتر على يم ولا لي ساير يتريى لي خاطف يعني ما شاء الله وانا قدامي هذا واحد تبارك الرحمن الى الله يحفظه شكر الدرب ما شاء الله تلي شي ترى وجهي انا ها. اقول لك اللي بيخطف لازم يتريى اثنين عدال بعض ما يروم يخطفون ولا في وجه بعض يتكافخون ها. ماشي شو اقول لكم الحين شويه المكان يتنسخ قدام شيء بسيط اي والله في زنقه الستات شيء قسم شرطه اسمه قسم شرطه اللبانه او اللبان فالقسم الشرطه هذا عداله شيء بيت ريا وسكينه هاي الهنتين خوات دزرن في الحقبه هاي السابقه اي وحده حدود البنيه اول ما تعرس وتنخطب تتصور فقير يبوا لها الشبكه وتي فقيره ويا اخته لو يمها ولا ويا خالتها يذهبون حق العرس وانت يا ريا وسكيني يتصيدون حق البنيات هاي ويعزمونهم ويجتلونهم داخل البيت هذا الكلام من هالكثر سنه استوى كذا مسلسل وكذا فيلم لكن الشيء هذا حقيقي مش انه خيال ولا الكلام هذا مال شذ ولا كلام تلفزيونات لا كلام 100% صدق وان شاء الله ان احنا بنخرج بيت قوم ريا وسكينه بنصوره لكم يقولون انه هدموه اعتقد لكن يصيدن انت يا ريا وسكينه يصيدن ابوي العرايس من هالمكان اي والله هنتين يصيدن العرايس
شو هذا مركز الإسكندرية للإبداع، هذا موجود في على شارع فؤاد، وشارع فؤاد من أعرق وأقدم الشوارع الإسكندرية، يعني من أرقاها يعتبر نسبة للإسكندرية، هذا أرقى شارع فيها وأقدم، يعني لو كل شيء مهم يوجد في هذا الشارع، كثرة لقوة عراقته ومتانته والأشياء الموجودة فيه. مزيج ثلاثي في هالشارع، شارع فؤاد، اليوناني والإيطالي والفرنسي. البنيان اللي موجود عبارة عن هالمزيج، على ما تشوفون يوناني وإيطالي وفرنسي على هالأساس. والمحلات على فكرة الموجودة لين الحين هاك الملاك مالينها هم نفسهم اللي من أميات السنين موجودين، من أميات السنين ونفس الملاك، وتوارثوا يد عن يد، ما تفرط ولا بشبر في الشارع هذا من أول إلى آخر، حتى اللي تستوي عليه مصيبة ولا ديون ولا شيات يتحاطون بعضهم مع بعض ويتشالون، هذا منهم يشل ربيعه حتى يكون إلى أجل مسمى، إلى عقب 100 سنة ولا 200 سنة ولا 300 سنة يرد أبوي عقب راعي الحلال، حلال يرد، حلال يرد له. يصيحون مطعم جاد ومطعم جاد ومطعم جاد، هذا مطعم جاد الأصلي، هذا أقدم فرع في الشرق له في العالم، يعني هو تعرفون أنت مطعم جاد ما الفول وفلافل وطعمية وكبدة ولا لا 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 انزين في جميع أنحاء العالم، حتى عندنا في الإمارات كذا مكان له، يا غير المركز الرئيسي القديم وأقدم واحد فيهن، هذا هو أول واحد وأقدم واحد موجود في هذا في شارع فؤاد، لذلك كل شيء عريق بتلقطونه موجود في الشارع. وعلى فكرة بعد مطعم جاد ترى ما من الهينات، يا غير ما في العراقة اللي هي يعني تحس انه عائلي، تحس انه تجاري، يعني تجاري مال مثل المحلات الثانية، محلات الفول والفلافل والطعمية العادية مثلها نفس مستوى جيد، يعني النوع الجيد هذا. زهرمان زقنبوت، هذه كرات ابو الاولية، وعلم ما استوى على عمل بحرة، وهذا شعار اسكندرية الفنار، لين اليوم لين باسي عاد الفنار وين بليس مضيع عياله في المنتزه، ما شيء ما بيوحينا، وقطارنا بيرد الساعة بيرد الساعة الله يحفظكم الساعة 8، وما وانا عايب اني وسط البلد هني وين القرقعة وعين الماء، يعني حيدوني ما اصبر عن عين الماء. هذه دار الاوبرا، دار الاوبرا في اسكندرية الرئيسية ونشوا عاد ابوه يجلبوه وجلبوها دار الاوبرا، سموها مسرح السيد درويش. السبب لان السيد درويش ابوي من اسكندرية، شو تحرون انتم هالبطينة، لا ابوي من اسكندرية بلاد ومسقط راسه. السلام عليكم. هذا يعني الله يحفظكم المدخل الرئيسي، هذا المدخل الرئيسي مال مسرح الاوبرا. هذا منو اللي متفيزك؟ لا هذا هاي صورة منو؟ هذه نوبور بيش أول رئيس وزراء مصر. مش اسمه؟ أو نوبور بيش أول رئيس وزراء مصر. نوبار اسمه نوبار. وين صورة سيد درويش ما حد حاطنها؟ لا صورة سيد درويش جوا مصر. داخل وداخل ممنوع. جوا ما شيء مشكلة، زين بنروح بنصور لك من خارج. هو عندي في كوم الدكة في اسكندرية. قريب من عدالة؟ قريب. بس بنسير حد في بيته ولا لا 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 ممنوع حد يصير يزوره؟ بس في مكان فاضي كده ساحه فاضيه ينفع تدخل زي هنا. نسيك ما عليك ما شي مشكله يا ابوك، ممنوع حد يدخل، ممنوع ممنوع ممنوع، ما خلوا ابوي حد يدخل، بغيت خلونا ندخل ما تعرف هل ان التوقيت خاطئ، هذا نوران باشا كان قال نسيت والله شو اسمه نوبان باشا رئيس وزراء اسكندريه ما ادري منه نسيته والله، الحين مول على داخل هو في خاطري يصور المسرح مال الابره من داخل، قال ابوي ممنوع عن حد يحط ريوله اليمنى قبل يسرى بترناها له وظهر بلي ريول الجماعه مجلس الخاري ريول شو اسوي هذا ممنوع ما شي فايده. وقفت على عده محلات مالات تحف وكريستالات في هذا في شارع فؤاد، والله يا ابو حمد يعني ترشيت شو هذا واحد منهم مثلا بغيت يخليني اصور خطر عليه يضربني بقب، ممنوع التصوير. شو الحين اشهر سينما واشهر دور اوبرا واشهر مسارح
واشهر محلات مال انتي كلها موجوده فيه، لان الناس اللي فيه كلهم من الناس الدويق اصلا، فلذلك الانتيك والاشياء الفخمه ما حد يرغب فيها الا الناس اللي يعرفوا لها. خيب السيلمة، هاي سيلمة ريو، سيلمة ريو من اقدم السيلمات في اسكندريه، موجوده في شارع فؤاد. شارع فؤاد يعني مش اي انسان يقدر في الزمان الاولي، يعني الاكثر شيء للناس اللي يعني البشوات، الناس اللي الراهين يعني اللي عندهم بيزات، او للناس اللي يشترون او الدفيع او اللي تهون عليهم البيزه، على قولتنا نحن اللي تهون عليهم البيزه يصير. وتعال ترى اللي عنده بيزات بيصير، واللي ما عنده بيزات شو بيصير يسوي؟ لا تدخل السوق ليعت مفلس يزيد الغبن يا جليل الدراهم. يوم ابوي ما عندك بيزات شو بيصير تسوي؟ دز بالوي والله يا ابوك لا تراق وتنفر ورا الشمس بخمس على اساس انه حلو. شكرا ون الله يا ابوك ما صخ ما في طعم الحلاوه. شوف الله عليكم، هذا من الفلل الاوليات، هذا ترى كل الكرنيش كان هالنمونه. الحين اللي نمشي عليه الكرنيش شوفوا هذا بطوله كله كان من هالنمونه، يا غير بكم هذا سان ستيفانو، سان ستيفانو هالفور سيزن اللي فيه، هذا تشوفونه هذا من الفنادق الجديده، ما بديد جديد عاد لنك، يعني يمكن عمره اظني 8 سنين لو 10 يوصل له. في شقق فندقيه وفيها غرف وفيه مول صغيروني وفي سيلمات وفي طحنة الزمان، يعني مرة مشاهد البحر. وهذا ها من هناك البحر، بين البحر وبينه بناية الشارع قصدي، شيء جميل والله، موقع يعني من أحسن الأماكن، فوق يلسات وما أشي وايد حلوة يعني. شد سكنتري في قبل كم من سنة لكن ما حصل فوق، حتى البحر يلا يلا يبين كان من مرة. وين الطرابيل هالي يا وكافيهات ودنيا وحلم وخبرة، كان شيء جديد يعني. حلم الجديد يعني الموقع ما بيعز اللي هاك اليوم وايد، يعز اللي اكثر شيء شريت المنتزه ضريت عليه هذا. من اول الزمان كان كل فلان يقول لك دور على الكرنيش هذا اللي تشوفونه. مشى ابوي بنى بنايات، والبنايه عاد سوى بنايات عاديه شريتها لي ورا، واللي تطيح شريتها الحين بتطيح. مشى عاد بنى النمونه، والحين هاي عقب سنتين ثلاث بيقولون بطيح وبيبنون اطول عنها بعشر وديات، والدنيا بطرج. هي شو بقول لكم؟ شيء جميل يعني. ها مره هطلع البنيان هذا مشاهد البحر، مره على الكرنيش هذا كرنيش اسكندريه. جميل يعني كرنيش اسكندريه، جميل جميل بمعنى الكلمه. شيرة المنتزه، شيرة المنتزه، هذا ابوي الموقع اللي تعرفت عليه محسن، محسن هني عرفته. شفت وين السيارة هاي رصاصية؟ صح؟ بهالمكان هذا شيرة المنتزه اللي اقول لكم عنه. فوق ابوي تصد طالع الدنيا كلها، طالع صديت يسار تشوفه قصر المنتزه، ونصديت يمين طالع البحر. احلى موقع موقعه، لكن نزل اعتقد من 5 ستار الى 2 ولا 2.5 اتوقع. يعني في الهاوية حاليا هو، يعني استوى لمن يرغب من القبائل. ها تحيد محسن تتذكر؟ نفس الموقع، نفس الحتة اللي قلت لك عليها، نفس الموقع صح؟ نفس الموقع. اي كابتن سلام عليكم. عليكم السلام. معك معك كابتن محسن. والله شو كابتن؟ انا كابتن كابتن اقوياك. من شفت وجهك انا ما شفت منتخب. الله يا ابو. دخلنا الحين قصر المنتزه، اشوف بنايات كلها مشاهد هالقصر على ما تشوفه، على مد النظر، على مد النظر. ليه تشوف هذا كله؟ كان قصر واحد، كان قصر واحد حق شخص معين، اسره وحده، بيت العز يا بتنا على بابك عنبتنا. الحتمي يقول عليه. قلت لكم شيء، فندقين هني، فندق واحد اسمه فندق فلسطين، فندق فلسطين 5 ستار. وكم عمره على فندق فلسطين؟ اكثر عن 50 سنة، اكثر عن 50 سنة عمره، وجميل وعلى البحر. يا غير ما حد يجيه الا يعني يونا
المعول من اللي من مصر، والله بعد حيد وايدين بعد يجون من هالخليج، لكن انا ما يجوز لي لانه تحس عمرك كأنك جالس في حوي محكور داخل القصر، يعني نحن كأنك تازم مزروب. ما انا ما احب حد يزربني، تازم مزروب عنده بدابشه انت ما يستوي. فلذلك انا ما افضل السكن في فندق فلسطين، علما بان من الفنادق الجميله يعني واجملها، وطالع ها كله ترى داخل حوي واحد، هذا كله اللي تشوفونه بساعه ونحن نمشي. بلاد 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 كبره، وشيء كذا قصر داخله، كذا مبنى، وكذا لهم مسميات غير انا ما تحضرني المسميات. الله يحفظكم، قصر المنتزه داخله، وشيء الحرم لك وشيء السلم لك. السلم لك الله يحفظكم حق كان حق الملك فاروق المكتب ماله، والحرم لك المحرم مال حرمات تم الاميرات وهذا، والفندق ترى فندق هناك، والقصر بكبره يعني مال التشريفات واستقبال الضيوف، ويعني وعندك ودونك، ويعني هذا هو القصر. ترى حاطيني دار الله يحفظكم، قصر المنتزه مقر الإقامة الصيفية للملك. شوف كم كبره، وهذاك اللي أقول لكم فندق فلسطين، هذا هو فندق فلسطين، وهذا أبويا قصر اللي خبركم عنه، قصر المنتزه. أنت قصر المنتزه، هذا قصر المنتزه. شوف الله عليكم، اسميكم يا أهل مصر الأول عايشين عيشة. آخر واحد سكن فيه الملك فاروق، آخر واحد، ومن عقبه أبوي ما حد أبوي سكن فيه، من خلاص كملوك وكرؤساء ما حد سكن فيه. في اسكندرية لازم يجي قصر منتزه، لازم على كل حال اللي اسكندرية يجي القصر منتزه، لأنه مكان وايد جميل وصور، والعالم كلها تي الحين، اللي خاطب يا بخطيبته، واللي معرس يا بحرمته، واللي شوف أقولكم كل مناسبة عيد اختان شو كل شيء يستوي يبون هاليتم كل شيء. هذا تشوفون كل شاليهات جدا على البحر، على ما تشوفون ايش قال بين القصر مهني. هلا تشوفونها شاليهات خاصة، يعني ها كلها شاليهات خاصة، ها شاليهات خاصة يعني أظني حق الكبارية وحق تيارهم، حق التيار. ما أظني أبوي اللي ما بتاير بيروم ياخذ هني هالأماكن، أكرم على الفقير ولا إنسان من ذوي الدخل المحدود بيروم ياخذ ملك في هالأماكن وفي قصر المنتزه. يصدق النساء يوم بيقول والله ساكن في قصر المنتزه، أروح يا أبو كل اسمي زي الفنار مال اسكندرية. هذا الفنار مال اسكندرية، هذا فنار انت يا اسكندرية، هذا عاد يلبجون الهليتات عسب البواخر، ويراقبون ابوي السواحل اسكندرية والحراس. ما ادري له طقوس غير ما تحضرني حاليا، الطقوس له ترتيب، يعني الفنار هذا له ترتيب اظني للبواخر اللي ايات ولا اللي سايره، والله ما تذكرت شو حيدي، والله اول حافظ المعلومه ما ادري شو يعني، نسيت المعلومه. ها هذا اقول لكم فندق فلسطين، فندق فلسطين. يا معيت وامطرت، دخلت اظني سنه 91، ومن عقبها ما جيت. اخر وديت اظني قبل 6 سنين لو 8 سنين، مو وراه جدا الساحل اللي وراه شيء مطيع مات صغار هناك، وجلس كم نسيت والله عاد شو صار شو ما صار. تشوفون هالشاليهات ها ترى ما بإيداد، هاي عمارهن أكثر عن 200-300 سنة هالشاليهات. منك شيء شاطئ يسمونها حيدة شاطئ عايدة، من فوق فندق شرط المنتزه أقدر أشوف الدنيا هذه كلها اللي تشوفونها، أبدا الفنار هاللي تشوفونه يبين كم تحتي، لكن سبحانك يا رب. هذا الله يسلمكم المسرح خاص للأسرة المالكة أيام الملك فاروق والملوك اللي قبل. أتي فرقة الأكسترا تي اسمها الأكستر، زين أيون أبويا وهيلة بيس دق طبول من يصبح الملك لين يمسي، يطالع أبويا ويطمش، لكن أظني ما شي رقيص، بس إلا موسيقى مالكم كمنجة، والكمنجة هاي العود اللي طول الريال ما يسمونها،
وجيتار ما ادري شو بس مال سلو مال حب مال دانس يعني مال سلو مال الرقص مال مالها مال التيار مالها بروحه اللي يعني شوي شوي هذي ما يطول به. زين الملك فؤاد ابو الملك فاروق يتفائل ويحب حرف الفاء فلذلك ابوي مسمي عياله كلهم كل واحد كان ذكر له انثى بدايه الاسم بحرف الفاء فايزه فايقه فوزيه فايقه كانها من هالبحرين فوزيه فريال بس باجي علي الجداوي ما سموه فلي اسمي فلي قدام ها فلي فلي الجداوي الله العظيم انت يا علي الله يحفظكم من الطرف هذا ينب القصر في اليمب شيء القسم هذا عاد هذا قسم الطبابيخ الطبابيخ والعمال والفراريت والبشاتير هذا قسم ابوي الفجيعات وهناك اللي يخبزن وهناك ابوي بعد على فكره بعد مسوي بعد تشكب كبرها مال حلوه حلوه خاصه مال فاروق وهني مكان مال خبز مال خمير وشمشمو فلزي وكل شيء وهاي شو الكوخه هاي اللي منك هاي ابوي مخصوص حق الفجيعات بس للفجيعات القسم هذا يدخل انا ابوي من هالباب ومسوي لها ابوي قوم مرزوقه وقطعنها يعلها الجنه الاول يبونها من بضابي لين هني تخدم وتشل وتحط وعلمت ابوي بشكارات بشكارات الملك علمت ابوي طريقه التفجيع والعلم والخبر وسارت عنها ردت بضابي مرزوقه يعلها الجنه الله يرحمها مرة فيها انقبضت وعرفت الخدمة زين ما زين يسمونها نفيسة نفيسة هاي آزمت أخير فجيعة فيك انت يا قصر المتزه يعني شيخة الفجيعات نفيسة أبطت دهر أظني ماتت أظني العام لو عام الأول كانها العام لو عام الأول قطعت تكيت وغادرت عادة رحمة الله عليك يا نفيسة يا شيخة الفجيعات أقولكم فندق فلسطين ما يبين من الطرف هذاك الطرف هذا ها مرة وهذا مرسى مال اليخوت تحت بعد منقير وهذا فندق تحت من هناك كل مطاعم والدنيا مطاعم ناس مثل متى الدنيا شو بعد دنيا يعني يويل ساير وياي وعالم وعلم وخبر وعندك ودونك شو بعد هان علي ابوي اشوف المنظر وودر ما صوره خليت ابوي يتريور نزلت انا الحين اداره متشلبح تشلبح تشلبيح شو بتشلبح لعسبكم كل تقولوا ما اسوي لكم شيء ولا خدم لكم ولا تعب عني كل لاجلكم اقول لكم هذا الفندق وهاك وين كلكم الدنيا والدنيا هذا هاك وين هاك الاقواس هاك المقاهي ومطاعم واحواض وما ادري شو وهذا الفناء اللي تشوفون وهذا ابو شاطئ اسمه شاطئ الاميرات هذا ابو شاطئ الاميرات هذا الاميرات عند الله علينا اي ها سارا نسمونها وظهرا نسمونها باليد حيلة لو دامت لغيرك لا ما وصلت إليك اللهم لك الحمد يلا برايكم عاد عالم اسكندرية لا تعد ولا تحصى من شو اسمه اللي هناك هاك العم سنالة وين المطعم اليوناني الألعة هناك شيء الألعة منو قيد باي قيد باي شو يقرب لك لا ده مش من عيلة من عيلة تانية انزين يناه العام هب العام عام الأول أماكن جميلة وحلى شيء مطعم هناك شيء مطعم إيطالي بس سيفود أظني بس والله نسيت كان تبون الصدق لكن نحن كلنا فيه سمك هاك اليوم في منتهى الروعة مطعم إيطالي ما تقول أنت في اسكندرية حتى اللي يشتغلون كلهم إيطاليين واللي يقدمون حتى المصريين لا يشتغلون الشيفتهم شيفت إيطاليين شيخ ما بيزلك؟ لا ليه؟ السوشي ما أصلا ما بحبوش ما شيخ أكل ني ده والرز معجن وألوان غريبة السوشي غير يوم ما أدري السوشي شيء بعد حلقة السمك في الأنفوشي في القلعة مكان وايد جميل بعد ما سمكان شبرة بريز يبيعون يبرزوا بس سمك يبيعون على بالجملة هب بال شوي شوي لا يبيعون هل بالجملة ويبيعون وشيء أماكن وايد وحسان سيفن وروحه من أجمل معالم شنتي اسكندرية الجسر اللي إحنا إن شاء الله نروح نصوره وصلنا سان سيفن لسه قاعد فأقول لكم الفندق هاي وين الفور سيزن
مسمينه فور سيزون سان ستيفانو نسبة للي مؤسس الجسر، شيء جسر مسمينه سان ستيفانو لمؤسس النشارط، اي حد بيبني شيء هناك تسمونه على الاسم هذا سان ستيفانو. فلذلك الجسر في منتهى الروعة، والفندق اروع واروع، والمول بعد من اروع ما يكون، شيء جميل بسيلمات ودنيا كذي هنا وكذي كنا فيه وكذا يلنا وصلنا ويلنا وعامينا معامات ما شيء كثرة في المول مالهم مال مال سان مال شو اسمه الفور سيزن، وجميلة يا غير فنية بالنسبة يعني شارع مول عادي يعني مول من المولات الزينة يعني بالنسبة حق البقالين احنا فيها من أخيرا ما يكون. صحيح أقولكم الفندق كان الأول مكانه فندق اسمه فندق سان ستيفانو، فلذلك عزروا قالوا لهم أبوي بتبنوا أنتوا هالمجمع عود مجمع ما شيء كبره من أكبر مجمع في اسكندرية يعني بلاد من كبره مليون شقة مليون فندق مليون عزرائن فيه وينو ما 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 بروم من بنصورة ما نروم وقف على السريع تبي بتروم على السريع أقدر أنزل على السريع ليهم خلوني أنزل. هذا هو فندق سانس المنطقة اسمها سان ستيفانو، مكان الأول شيء فندق اسمه سان ستيفانو، فلذلك الموافقة طلعت بيسمون الفور سيزن، لكان فور سيزن سان ستيفانو لازم لصقوا في راعي البقعة، قال أبوي كانكم وبيتبون الرخصة وأعطيكم بقعتي تبنوا لكم فندق ما تشلونها سمية مدام الرب يعبد والما يرد، قالوا لأبوي أمرا وطاعة. وهذا عاد المدخل، شيء جميل يعني بلاد من كبرة شقق فندقية وفندق شقق فندقية وفندق سكني ما ادري شو فندق سكني كله. وهذا البحر على ما تشوفون، يلا بس عاد عليكم. كرنيش كم يرد الروح، البساطة، الناس، اليمعة، اللي بغي يخطيه تلو يا حرم تلو يا أمه، واللي ويا يدز يتفي بربانة، شو بقولكم شعب في منتهى البساطة ومنتهى الطيب والأخلاق والكرم واليود، فضل يا باشا والنبي وما أدري شو، شو بقولكم التحراهم يتعارفون وياك من 100 سنة براي ترى لا جيني ولا تعشيني دو إن شاء الله كلمة مرحبا تسوى الدنيا والدين. شبا واحد يقول لي يرحب بي وهو نفسه خايسه، واللي يفتح لي بيته وحيس ويهه، واللي من أجفي قال فيه يقول عبد الرحيم في إخوانه يهبي لا والله، واللي أعطيك مني شيء يجلس يتمنى عليك. شو أقولكم أمور ها وقعد شو اسمه هذا الكبري ستانلي. هذا كبري ستانلي عاد وقفوا زقنا بوت زقنا بوت معاناة لين عبرت الشارع معاناة الله وكيلكم. هذا الله يحفظكم. شوفوا هذا ابوي شاطئ ستانلي اسمه شاطئ ستانلي، هلا شوفوا الكباري اللي تشوفون ايام الابيض والاسود الافلام ايام الابيض والاسود الكباري هذا قوم نادي لطفي ما ادري منو ما ادري منو حسين فهمي هذا على ما تشوفون ها كل الكباري خاصه يسمون ابوي شاطئ ستانلي انزين. وهذا عاد كبري ستانلي ومنو تظهر البرحة لك يلا عاد بس عاد عليك اكثر عن 100 وشيء هذا الشاطئ اللي تشوفونه الكباين والامور هذه حول 100 وشيء والله عاد 100 كم ما اتذكر لكن 100 وشيء من السنين. يلا يلا توكل على الله تمام. وين احنا بنسير؟ يلا يلا غاية المحطة المحطة سيدي جابر يا اسطى. اقول لكم الساعة يوم الحنيني غير عن الحينة، نفسها هي نفس القسم يا غير شكل الشكل الصالة هذه ايد ما يحرك عن القطار باقي ثلاث دقائق اربع لكم الله تروح خلونا نركض خلونا اني نربع ربيع والقطار ابوي بعد ما وصل اصلا باقي 5 دقائق بين وصلته وتحريته ياخذ 5 دقائق ريح فقط لا غير. ايوه شوف نحن جينا من الطرف هذاك محوحو هذا الطريق غير هذا جديد وهذاك محوحو هذا ميدد وهذاك بعده منور يا حق علي الله
الله ينورك يا ريس. ايه رايك اسكندريه؟ منوره بيك يا ابو محمد. الله يخليك. والله العظيم ثلاثة. شكرا. بعدها كذب؟ لا 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 ده دعابه. ربنا جروبه. وصل وصل ابويا. شايف التربيني؟ وصل التربيني. ايه مرحبا 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 مرحبا. هاي برشال. ها؟ رايح اسوان. بيصير اسواني؟ عدى القاهرة ويكمل اسوان. ايه باسنا ابوي. هاي باسنا. قطارنا ابوي. مرحبا. هاي برشال واهلها. يا ابوي حينه. يا حينه بيشلنا نحل. بيخطف اول بادي القاهرة وعقب بيصير اسوان. مرحبا 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 مرحبا. ايه يا حافظ يا حبيب. يا لمسلم يا سلام يا سلم سلم يا سلام يا لمسلم يا سلام. والبنت حامل من العام عند الله. يا سلام سلام. هذا حين ابو هذا قطار. تعرفون شو الاغنيه اللي داقه على بالي الحينه؟ وحسرتي ضاق الخضابي يوم بعدوبي عن حبيبي. شي عاد التكمل ما اعرف. هي اغنيه حياه يابري على الله يغفر لابو حمد. يا غير جيت على بالي الحين ولا شيء ذكرني فيها الا بس روح حيت على البال. سبحانك يا رب. الله يغفر لك ان شاء الله يا ابو حمد. غمد روحك الجنه. اي والله سلشه ومجراها الغبيبي. نسيت والله شي عاد القصيده لو الحين حد يحط في الجوجل بتظهر عنده. يا حسرتي ضاق الفضابي. يا الله ما زين هم الغنية. ما زين ما زين القناة الأولي وما زين إلا قصيدة. ما زين إلا القصيدة اللي يتغنى. إيه والله لا حول ولا قوة. تيركم أبوي دورناها في الجوجل في اليوتيوب ما لقطناها. أغنية حياة يابر وحسرتي ضاق الفضابي. غميضة ناوية وإني أشغلها شي وأحطها بالسماعة أساس تسمعونها. ما الله كتب لكم ما الله كتب لي أنا أسمعها. لكن على الله يغفر لك يا ابو حمد ويطول بعمر ان شاء الله ذريه ذكور واناث ويحافظ ان شاء الله محمد ويطول بعمرها وعمر خواتها وعمر ان شاء الله عيالها وهل ذريه حياه بن عوضه كلهم. ايه ما الله يا اسكندريه. والله بيني وبينكم تبون صدق ناوي اخبركم. ما بناوي اخبركم غير الحين بخبركم. لا حول ولا قوه. الله يحفظكم. ناوي ندمت اني جيت وراد فيه بحيني. تمنيت اني بايت اليوم مباشر واللي عقبه سير. تمنيت اني ال 14 يوم اللي جلس في القاهره اجلس اربعة ايام منهن في شنتي اسكندريه وعشرة ايام في القاهره. غير ما الله راد. شيء اللي ما الله يريده عسر. لكن ان شاء الله الجايات اكثر عن الرايحات. اول الله ما صار انا ما اشبع منها. ولا القط الدوره منها، القط الدوره من كل البلاد، والقط البد من كل حد، يا غير ما القط البد ولا القط الدوره لا من مصر ولا من المصريين. يلا وبارك الله فيكم. هذا القطار اللي جابنا تونا الحين هذا سير تونا واصلين. القطار اللي جابنا بيصير اسوان. اسوان؟ اسوان. اسوان. جنوب. أمة لا إله إلا الله كلها أبوي شارعها أسوان. كلها جهات. كلها جهات. شو يعني؟ شرق غرب سواء أسوان جنوب كل واحد. صدق الله ولا تمزح؟ والله رايح الجنوب ولا رايح جنوب مصر؟ رايح أسوان. أسوان شو يخصها؟ أنا ما قلتش جنوب. يعني لازم الفلسفة هذه؟ طبعا. ثقافة عامة. هاي ما بثقافة عامة، هاي تتويه توه العرب. مش كلهم. لا والله. جنوب شو يخص بالعرب؟ كان الجنوب ولا شمال؟ اسوان شو تدور في راسك انت؟ انا في حاجه دخلت في بالي في الاكل. الله العظيم انك انت مشكله. اوه يا الله والله وصلنا بيك يا ابو سيف. طب كم المسافه علي من هنا لين اسوان؟ 1000 كيلو لحد اسوان. صدق والله؟ اه والله. اخر حاجه في مصر زين اسوان اخر من قطر من اخر محافظات في مصر. يعني كم يبالي وقت لين يوصل؟ يعني على الظهر. صدق والله؟ اه والله العظيم. وهالامم كلها سايره اسوان؟ مش كلهم. ها؟ تزهق وتنزل. تاخد عربيات بقى اسرع. لا لا صدق والله علي. لا والله يا. لا كلها على اسوان ان شاء الله. يا
كلهم مروحين بقى خلاص مدارس وكده. زي شراكة تصير انت وياها؟ وبعد عنك؟ هي نعم مستحيل لي. ما كذبك فضل لك يومين تبقى الفكار 20 يوم نستعملك يومين ثم نشيلك على دماغنا يا ابو محمد. ما تقصر يا ابو عبد الرحمن ما تقصر ما تقصر يا ابو عبد الرحمن. وبوعد الناس اللي بيشاهدونا ان احنا نقضي يومين حلوين كده ونلحق 5 كيلو من محطة رمسيس لين فندقنا فورسيس في في الجاردن سيتي. فلذلك ابوي قررنا نمشي علي مار ماله ساقنا موت. اقولكم علي مار ماله قال لا انا ولا مسا انا بقلية ورمة ما ادري شو. قلنا انا برايك عين ركب هاي ذاك السيارة الباص غيروني اللي يشل الواد من الواد مكرو وسار والرجال اللي ويانا بعد سار روحه بهذا اوبر ونحن ابوي بنصير مشاي ان شاء الله لان طول الطريق ونحن ياسين فليش عاد نصير بتكسي وتو الهوا بادي 12 الا ثلث ما في يعني الحمد لله ختلت شويه ختله فلذلك ابوي بكمل الطريق مشاي ان شاء الله. ضروري هذا قصب وانت ساير وياي خف على المكان في قصب ولا شيء ياكل ضروري شربه لا بد ولا عذر منه هذا العشق. يعني تحس ان العالم ما شاء الله يعني ما حد يرقد ما حد يرقد هذا حين نحن طلع الساعه كم؟ الساعه 12 ونص الساعه 12 ونص ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن العالم حراهم نمل. ها كم الحين 12 في الليل ها. امك لا اله الا الله رامي انها عالم خلق الله ما خلق. محسن تعال يا اياك محيه نحس من المكان اللي نحن فيه شارع الالف شارع الالفي ها سيتي ووك هي هذا اللي نحن مسمينه سيتي ووك اللي مسمينه علي. اي والله يعني شيء ما شاء الله شوف خلق الله ما خلق يعني حد شرق وحد غرب أمم ما شاء الله تبارك الرحمن شيء قسم مال عواي وقسم عاديين وقسم عاد شو أقولكم ها سبحان من يرزق الوقت يعني شوف كل إنسان يبي يكيف نفسه بطريقة العيش يقدر شوف حد يبيع نفافيخ وحد يبيع شاكليت وحد يعني ما حد جالس لا شغل ولا ضمن كلنا يبيع وكلنا يشتري وكلنا قابض له مهره ما حد ها كان دوب تعود في عمليه لعب وكلنا قابض له مهره. الدنيا حيه هذا يعني هذا اللي يوزني هنا شبه سير بلاد ضارب منهم اكتئاب ولا حد يضحك ولا حد يسولف كلنا بوين وما يعني وخاصه البلادين هاي فيها البرد يعني من يعدي عقب المغرب ما تلقط حد يقول يرد عليك سلام الله ما تلقط احد يرد عليك شوف ها شوف خلق الله بالله عليك امم حرامي انهم امم ها طالع هنا قبل سنتين بالضبط الشارع هاللي تتمشي احنا نمشي فيه هذا ها يعني البسطات كانت هباب ما تخذ سياره وحده هذا الرصيف اللي احنا نمشي عليه هذا العريض يعني عرضه يمكن 8 امتار هالرصيف ما تروم تمشي من البسطات الباعة المتجولين هاللي يروحهم يحطون بسطات ويبيعون يعني مسوين زحمة وحين اللهم لك الحمد يا الترتيب ويا النظام. شوف بلد ما فيها نظام ما تمشي ومن قبل الشيخ الرئيس مال الجديد السيسي تبارك الرحمن على الله يحفظه يعني ما شاء الله عدل أشياء وايدة تعب ما اقول لكم ما تعب شيء متعب يعني الطرطر نعود ما يترقع الطرطر نعود ما يترقع شوف ضراب وصدع وديانه يلا فقير رام شيء متعب يعني نحن بالرصيف هذا اللي نحن نمشي الحين عليه الرصيف هذا وهذاك ومن القار تقريبا 3 امتار من الطرف هذا 3 امتار من الطرف هذاك فلذلك غادي المكان ما تروم تمشي واللي جايين هذا ما بالله من القاهره
جايين ابوي من الارياف ومن شرق مو اللي يبيع حنبه اللي يبيع فول سوداني اللي يبيع ما ادري شو اللي يبيع زليقات اللي يبيع كرفته ما في شيء في الدنيا ما يبتاع وكلنا مبسط ومستابين من هل بالحفيزات هل الدكاكين هذا كبار فقارة مخربين عليه ما يشترون سوق الجميل بسطول بو عشر يبيعون بربيتين مخربين على الوادم كلها يعني مستوي فوضى تقريبا تعد فوضى الحمد لله رب العالمين اللي الله فك الله سعيد من عمه فك الله سعيد من عمه شوف اللي على يساري بالضبط نفس النمونة شو هاي البسطات اللي أنا أطريها يعني بهل على هل على هالشاكل وعلى كانت البسطة بالبسطة البسطة بمتلاصقات يعني ما شفت بينهن هباب خطف بنادم ومسوي الطريق زحمة والهرنات أخس ودعس شو الحالة كسيفة الحمد لله يا أبوكم الله فكهم من هاك الأمر كله لكن هذا يا أبوك ما استوى بهين استوى بعناء وشي مشقة يعني أنك أنت حين بتصلح أمة لا إله إلا الله ما تروح هالبيت الحين ولا هالفريج ما تروح تصلح براحة وين بتروح تصلح ناس امتهنوا التجارة والبيع والشراء في وقت الفوضى ايه وقت فوضى كان هاك الايام قبل 3-4 سنين وسنتين وقت فوضى شو الحين من عم النظام وعم الترتيب الحمد لله رب العالمين ترى ما شي شرات الترتيب والقانون لذلك تلقى دولنا نحن اللهم لك الحمد دول الناجحه خاصه الامارات زد عن العرب كلها ناجح بكل ما تعني دولة الامارات يعني حيث انهم ماشيين بالقانون بالضبط وبالملي وكل شيء بقلم ومسطره يعني ما تلقط اي فوضى تحرهم يمشون يعني على رسلهم ها خط واحد لا عندهم لا كلمه عويه ولا مستظله يمشون سيده على الصراط المستقيم لان ضروا على القانون وضروا على الترتيب فلذلك رب العالمين ميسر امورهم لانك تمشي على القانون تحترم اللي لك واللي عليه مش بلد غاب القوي ياكل الضعيف اللي عنده اقول لكم مصيبه الحين اقول حق محسن هذا الحين الرصيف نحن الحين في دوار هذا الدوار الحين الدوار هذا شو اسمه الدوار شو اسمه هذا طلعت حر دوار الحين اشوف الناس وين سايره كيف يمشون هذا غلط هذا الطريق الحين اللي انا امشي فيه هذا طريق المسلمين هاي الحرمه ها شراتي بعد تمشي طريق المسلمين انت الحين تبي تمشي من هناك قال لي انت رايح فين كيف رايح فين رايح فين الناس تمشي بوي على الخط ها باقي على خطه عشان لفه ها خطه عشان لفه شفته تفعل ركبك حبل هذا الطريق ها نحن جايين من الطرف هذا تمشي وتقبض الرصيف ها. ها. ها وين تساير هذاك طريقنا وايد حلو زين ما تمشي عكس السير في نفس الدهان شو الحين هذاك شوف محير هذا كله غلط اللي يسوون انت لا تقلد الغلط مش الطريق الصحيح هذا وحين وياك انا صبح ومساء صرت واحترت والله انه مصيبه الله يحفظكم على الحين وجبت حصة الاستراحة والاستراحة عاد ابوي صدفت ان نحن ابوي في ميدان التحرير عيزنا بعيزنا عايز وايد يعني شي بسم الله الرحمن خير خير ان شاء الله خير ان شاء الله يا رجال اذكر الله انت متأكد اني شايف خير الحين حاليا انا معين خير انا حاليا جالس اشوف خير ها يا سلام ولا مثل ولا ما ادري بيصفط حبوب يا الله يقصف عدل عدوان الله بقول لكم استراحه المحارب استوت وين صدفت ان نحن في ميدان التحرير وقلنا بنريح دقيقتين ثلاث وبنكمل طريقنا يلا عاد برايكم انا وهالبطل يلا الحين باقي لنا كم عن وصل فندقنا؟ ساكين كيلو ونص تقريبا. الحين بتنتهي الاستراحه اللي هي خطفت هذه. زين. الحين انت وين ما نقدر نرمس نحن؟ بعشاره. زين لمراد.
اقول لك ما بكل صبح طرش لي صباح الخير الفير اذان الفير صح ولا انا غلطان؟ صح. انزين واداء ويوم الجمعه جمعه مباركه كل جمعه صح ولا لا؟ ايوه. انزين ليش ما تصلي يوم تطرش لي هذا كله؟ الحين تحمنينا لين اليوم صليت؟ ارمس صدق لا تكذب برص لا ولا فرض صح ولا انا غلطان؟ صلي الفجر والصبح اتكلم عن الكذب قول الصدق الحين من جيت في مره صليت انا شفته؟ لا. انزين شو لازمة جمعه مباركه وانت ما تصلي وصباح الخير يا مؤمنين وانت ما تصلي؟ لا مش صباح الخير مؤمنين ما عليك صباح الخير صباح السعاده صباح الوقت يا سلام. رمس موجهه حق منو؟ اللي من يصبحون طرشوا الصلاه والصوم والرمس وكل دقيقتين حديث وكل دقيقتين نشو ما ادري شو والنصايح وهم الجبل ما يدلونها صلب الزقارة ورا الثاني الدواخة صبح ومساء ولعب الزنجفة ليل بنهار وهيلة بيس يعطون نصايح وارشادات الحين تعطي نصايح وارشادات وانت يعني يأمرون بالمعروف وينسون انفسهم يعني كيف تتمر العرب نشصل وطرش الاحاديث اللي فيها المواعظ والدنيا وانت روبالي روبالي عبارة بانيان انك مادة الباب المسيد وين مجبل والصلاة ابوي ان شيء تصلي خيب علبها ما بصدر هذا طبل مسيندو انزين انزين يلا عاد بس عليك من رمسة بس عليك من حذربان هذي ما يوجه بتموت يعلك اليهد ليه بس فوقك تجرجع بياب قطاوة يضاربة في صدرك انت قرقع وقرقع 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 تسوعل كان ما تموت علي بيقولوا هذا جات لنا يا الله مشربك ما تتخيلون اطول ظهر ظهرنا حد يروم يضحى من الفندق الساعة 6:07 ظهري وحين الساعة كم الحين ابو حدث ونص أنا بهاي ما برغدة هاي كلها رغدة ما تطلع مفتاح يا ربي التعب ها يا ويلك ما حد عادوها هاي ما بظهر حذر بيظهر من هالساعة لين الحين كم ساعة الحين نحن برا ها محسن؟ لا خيبة أصلي بعد كم ساعة نحن خاري؟ ساعة 17 ساعة قابضين زام بعد ما بزام زام بعد وأورتين فيه لا إله إلا الله دادلنا اسمين لدادلنا تعبت محسن؟ أكيد يا كيف أنا ما أشوف فيك معالم تعب التعبان ما يدوخ سيجارة التعبان ما يدوخ شيشة فين السبب؟ اختف اختف